جنسولر ديستربنس تبقى خاصه ببعض ال الشباتر، زي مثلا النهارده لما شفنا الفاريكوسي ما هي الا كونديشن وجود بلاد في الجونيكا فاجينالس، فده يعني ده تحت ايه الحاجات بتاعت الباسترال ديستربنس تحت تيرمال كونديشن. يعني الجنرال اللي انت خدته بتطبقه على السيستم. بالنسبه للفيميل احنا يهمنا انفلاميشن في بعض البارت بتاعت الفيميل سيستم زي السيرفيكسايتس، ها مهم جدا لما اعرف الباثولوجيكال فيتشر بتاعت السيرفيكسايتس. لما تروحوا الجايد بعد كده هو هتلاقوا كل الفيميلز جايين من الشارج، تعملوا لهم اكزامينيشن هتلاقيهم دوت ذا موست امبورتنت كلينيكال ديس اوردر الفيميل جاية بيه اللي هو السيرفيسايتس والديتشارج والايتشنج والكلام ده. بعد كده الاوفيريان تيومر ذا موست كومن تيومر، سيرفايكال تيومر من الحاجات اللي كانت كتيرة شوية، لكن طبعا السمير والسواب والحاجات اللي دخلت والماس برودكشن اللي احنا بقينا بقت يعني وزاره الصحه تعملها على الفيميل تبع نظام الاسره والكلام ده، طبعا قلل لي الانسيدنس بتاع السيرفايكال تيومر جامد جدا. بعد ما كان واحد من الموست امبورتنت كوز اوف ديث نتيجه التيومر سيرفايكال تيومر، الموضوع خف والموضوع قل كتير. بقى عندي دلوقتي الاوفرز، الاوفرز دلوقتي بقوا بطريقه جامده جدا. فاحنا بالنسبه للشابتر بتاع الفيميل في انفلاميشن هيهمني زي البربر سيبسس والسيرفيسايتس والتيومر زي ما قلنا سيرفايكال كانسر، وبرده التيومرز وعلى راسهم البناين تيومر الليوميوما اللي احنا خدناها في الجنرال كواحد من موست امبورتنت بناين تيومر بيطلع في اليوترس. وعندي بعد كده الاوفيريان، وما ننساش طبعا اللي هو الفيزيكيلر مول. يعني في حاجات كده مهمه هنبقى ايه نعمل عليها استرس. بالنسبه لي اول حاجه زي ما قلنا السيرفيسايتس، قبل ما ادخل في السيرفيسايتس احب ان اقول كلمه بسيطه كده بسرعه وسريعه على الامبريولوجي بتاع او الاناتومي بتاع الجميل سيستم. طبعا انتوا فاكرين من الاناتومي ان اليوترس عباره عن يوتراين كوربس وعباره عن سيرفكس، وبعدين عندي تو اوفرز المون شيب ستراكشر والتيوب ودي الفبريا كاتل الفلسيه عن الاوفري. وبنقول امبريولوجيكالي انه بيبقى الفيميل سيستم طالع من حاجه اسمها الموليديان دكت. الموليديان دكت ديت هي اللي بتعمل لي بعد كده هو اللايننج بتاع اليوترس والسيرفكس والابر بارت بتاع الفاجينا. لو نفتكر في الامبريولوجي كان عندي حاجه اسمها اليورو جينيتال ساينس، اليورو جينيتال ساينس ده اللي بيعمل لي اللور بارت بتاع الفاجينا. وبعدين عندي في الميل الولفيان ده في انهبيتوري سبستنس بتطلع في الفيميل علشان تعمل لي ايه؟ تعمل لي انهبيشن للجروث بتاع الولفيان ده اللي هي بتعمل اوست اوف ذا ميل سيستم ميل جينيتال سيستم. لا هنا انا مين بتبقى من حاجه اسمها الموليريان دام، ده بيبقى نتيجه انفولدنج للسيلوميك كافيتي بموليريان دام هي اللي بتعمل لي الفيميل جينيتال سيستم. بقى ايه الفكره ان انا اقول كده؟ الفكره ان انا السيلوميك لايننج او السيلوميك ابيثيليوم ده عنده التندنسي ان هو يديفرنشيت يديني ابيثيليوم كل حاجه، زي ما هنشوف في الاوبري. الاوبري ده ممكن يطلع منه ابيثيليوم تيومر زي ما هنشوف كل حاجه، شكل السيرفكس وشكل التيوب وشكل الترانزيشنال ابيثيليوم لما نيجي نتكلم على الابيثيليوم تيومرز بتاعت الاوبري. دي بس كده كانت مقدمة بسيطة. لما نيجي للسيرفكس مهمة قوي ان انا اعرف ان السيرفكس السيرفايكال كانال لايند باي ميوسين سكريتنج كولابتر سيلز. يبقى لما اقول لك الادينوكارسينوما
يبقى sexually transmitted. لكن الكومن اللي احنا بنشوفه البوزيتيف اورجانيزم يبقى ستاف او استريب. كومن قوي ان يحصل لي سيرفيسايتس بعد الليبل لان العيانه الاميونتي بتبقى لو اميونتي وبيبقى عندي ممكن لاسريشن وبيبقى الكونتامينيشن بعد الليبل والهايجين ممكن ما يبقاش كويس. العيانه بتبقى او سوري يعني الوالده بتبقى ممكن يبقى عندي الكونديشن والانفايرمنت بتخلي الاورجانيزم في الاريا دي يفلارش فبتفاسيليتيت ان يبقى عندي سيرفيسايتس. زي اي انفلاميشن عارفين ان هي ممكن تبقى اكيوت وممكن تبقى كرونيك. انا ممكن اعرف انت بتضحك ليه؟ زمايلك بسم الله ما شاء الله كلهم قاعدين وساكتين وانترستد وجايين عشان يحضروا هتقعد وتقعد تضحك وتعمل لي اريتيشن انا مش ناقصه. وتبص لزميلك ورا وزميلك ورا بصراحه انسان محترم مش مديك اعتبار ومش يعني مش مركز معاك خالص اضحك زي ما انت عايز بس انا بالنسبه لي انا ايه سبب الضحك يعني؟ شايفين الكلام يضحك؟ مش عارف حاسس ان انت عندك وقت اتفضل قضيه بره. لو شفتك بتضحك تاني هخرج. الا اذا كان انت بقى كده يعني وجهك بسم الله ما شاء الله مبتسم على طول. فبنقول التايب بتاع السيرفيسايتس عندي اكيوت وعندي كرونيك زي اي انفلاميشن وزي اي انفلاميشن برضه اكيوت انفلاميشن بيبقى السيرفيس في الاكيوت انفلاميشن بيبقى سوولن وكونجستد وبيبقى معايا بيرلنت ديشارج. بالنسبه للكرونيك سيرفيسايتس زي ما قلنا بالنسبة للكرونيك سيرفيسايتس دي فيتشرز معينة. الفيتشرز بتاعة الكرونيك سيرفيسايتس بنقول العيانة بتبقى عندها سيرفايكال ايروجن. سيرفايكال ايروجن يعني ايه؟ لا يعني الدكتور الكلينيشن لما يحط السباتولا ويكزامن السيرفيكس هيلاقيه ان هو سولن وريدش. ايه موضوع الايروجن ده؟ بنقول ان
بالنسبة للباثولوجيكال فيتشرز بتاعة الكرونيك سيرفيسايتس، وده الكومبليكيشن الكونتاكت بليدنج اللي قلنا ممكن يحصل من البوليب أو يحصل من الإيروجن، هابيتشوال أبورشن مينلي نتيجة الإنفلاميشن ممكن تهندر الفيرتلايزيشن من الأول خالص أو إيفن على بره عشان لازم يعمل
اللي حصل في السيست او في الابسس. بعد كده الجونوريه زي ما قلنا ممكن تبقى من اسباب السيرفيسايتس، نرجع لها تاني الهوجن فوليكلز بتبقى الجلاند اللي موجودين بداين والاستروما فيها
مش هتريجريس. ده خلاص ماس فورمنج ليجن لازم يبقى اكسايز. خلاص واضح لازم تبقى اكسايز ولازم تبقى طبعا نشوفها ايه يعني اي حاجه تتشال لازم تبقى اكسامت علشان دي نعرف فيها اي سورت اوف مالينانسي ولا هي بيول بناين ولا ايه بالظبط. خلاص يبقى دلوقتي بالنسبه للسيرفكس اللي احنا دلوقتي بنتكلم عنه بناين تيومر عندي ابيثيليوم وعندي ميزنتايم والابيثيليا الثاني عندي سكويمس سيل بابلوما وعندي الاندوسيرفايكال فاين. السكويمس سيل بابلوما ليها اسم في السيرفكس وفي الفالفا وفي الفاجينا هتلاقوها مكتوبه ورا مع الفالفا والفاجينا اللي هي كوتايلوما اكيومينال. هي مش مكتوبه في السيرفكس لكن مكتوبه ورا. السكويمس سيل بابيلوما بتاعت السيرفكس والفالفا والفاجينا على اساس ان الثلاثه دول اللاين والسكويمس ابيثيليوم ليها اسم بنسميها كوتايلوما اكيومينال. خلاص ايه ايه قصه الكوتايلوما اكيوميناتا دي؟ ديت بتبقى وورتي ليجن. وورتي كده يعني ايه جلوبويدا ليجن طالع السيرفس بتاعه كده بيبقى شكله جرانيولر شويه ممكن تبقى بدكتوريتد ممكن تبقى سيسايد اي منظر بتطلع في الباقه في بيري انال ليجن ليس كومنلي في الفاجينال سيرفيس. هي سكشوالي ترانسميتد ليه؟ لان البوزيتيف اورجانيزم في هيومن بابيلوما فيروس وده لو تفتكروا لسه من ثواني قايلين ان هو واحد من السكشوالي ترانسميتد اورجانيزم في الجينيتال سيستم سواء في الميل او سواء في الفيميل. الكوندايلوما اكيوميناتا معموله بانهي واحد فيهم بقى هاي ريسك ولا لو ريسك؟ هي الكوندايلوما اكيوميناتا انت بناين ولا مالينان؟ بناين يبقى الفيروس اللي هيعملها هاي ريسك ولا لو ريسك؟ لو ريسك. مين الانواع بتاعت اللو ريسك؟ السبيشيز رقم كام؟ 6 و11 6 اند 11. لما نيجي في الكانسر سيرفكس هنلاقي هيومن بابيلوما فيروس بس 16 و 18 ممكن ده يجي لك كام اس كيو ها او كومبليت او وات ايفر حاجه كده في الاسئله السهله خلاص تاخد بالك ان سكوينا سيلفا باللومه اللي هي الكوندايلوما اكيوميناتا 6 اند 11 سبيشيز من الهيومن باللوما فيروس وزي ما قلنا روستي بتبقى عباره عن جلوبويدل ماس توصل اي سايز بتبقى موجوده في البيري انال ريجن بتبقى سيكشوالي ترانسميتد اندر ذا مايكروسكوب زي البابلوما الهيستولوجي بتاع السكيما سيل بابلوما اللي هي بتبقى عامله ازاي بقى؟ ها؟ ايوه بالظبط كده هو عباره عن كنا بنعمل كده ادي الابيثيليوم كده ها؟ ليها الفايبروبلاستر كود بتاعها وبعدين الابيثيليوم ها كل الثيكنس بتاعه بيبقى فيه هايبربليزيا من اول الهايبربليزيا بتاع الجيزر سيل لاير الكراتينوسايتس وبعد كده الكراتينوسايتس
بابلوما وورتي ليجن اللي هي كونديلوما اكيميناتا عند الهايبركراتوزس والباركراتوزس والهايبركليزيا والتليزا اللي هي والاكراتوزس، لا انا بحط عليهم كلمه كايلوسايتيك تشينج وجود كايلوسايتس. مين الكايلوسايتس دول؟ الكايلوسايتس دول السيلز السوبرفيشال اللي حصل فيهم الفيرال تشينج. النيوكليس تبقى انلارجد ريزن ان نيوكليس زي الزبيبه الريجولر نيوكليس وعندي بيري نيوكلير هاد. نيجي نشوف اهو ادي السكويمس ابيثيليوم بتاع الكونديلوما ادريناتا ادي الريجولر نيوكليس وبيري نيوكلير هاد. الريجولر نيوكليس وبيري نيوكلير هاد ادي بيري نيوكلير هاد واضح جدا، واضح هنا وواضح هنا، والنيوكليس هنا برضه اللارجر واضح جدا، وعندي الباراكراتوزس والكراتوزس. وده المنظر بتاع السكويمس سيل بابيلوما. السلايد اللي بتجيبنا كتير قوي بتنزلنا في الامتحان سهله بعرفها بالنيكت ار ولما بحطها تحت المايكروسكوب. واضح؟ السكويمس